لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا مؤسسة الأحسان في أستراليا لتقديمهم سيارة ألبسة كسوة فيها جاكيت فيها بيجاما وبيجاما وفيها جزمة. جزاهم الله خيرا. إن شاء الله اليوم ستنطلق هذه السيارة إلى سوريا لتوزع على عوائل الأيتام في سوريا والنازحين من حلب. الله يجزيكم خير أخوتنا مؤسسة الأحسان.